رجعنا لكم مشاهدينا وانضم لنا جواد. اليوم اخرنا وراحت عليه القهوه. يسعد صباحك جواد. يا صباح النور. ايوه هاي مغري. لا لا بعد شوف بعد البرنامج يعني في وعود انه في وعود. لا لا نسوي لانه هسه ما كفانا الوقت. هاي اظل بعد البرنامج. اذا اذا لا لا اذا على مود القهوه يبقى هو تغريل قهوه يعني. لسه ما شربت قهوه يعني ما لحقت. بعد ما شارب قهوتك خلص نشربها اليوم سوا احنا والشباب. اليوم مغير الالوان اللوك غير. اطلع حي لحق الشعر غير. اي تغير لوكات اكثر مني. ما حدا فاضي لللوكات غيري انا. ستي كان الفكره احيانا واحد بيشوف انه ها انا من بحب الثياب نفسها تستمر معي يعني لولا انه بتوسخ ولازم تغسل انا بزعل يعني. بالله؟ ما بحب غير كثير يعني. وطبعا في ضغوط داخليه يعني. مع انه انت فنان يعني يفترض تحب التغيير والالوان. ما هي يفترض ما بعرف انه من اجت بس ما يعني بصراحه لو بايدي بلبس اسود على طول. لا ولكن قلت لك في ضغوط داخليه ما داخلية من وزاره الداخليه انه لازم تلبس كل يوم شيء. الحزن والسواد. لا ما له علاقه بالحزن. هاي السواد هو لون هو صراحه يعني كان مسار 24 ساعه يلبس اسود وما له علاقه. والعالم كلها تقلد بيه. تقلده. مو شرط مو شرط. هم من تزب هالجزم هذا. والله هو رمز الاناقه. حدا قال لابس جاكيت اسود وكذا يعني بس مو كله اسود. لا على فكره السواد رغم يلبس بالحزن بس هو يلبس بالسهرات يعني احلى شيء بالسهره الاسود سيد الالوان بالسهرات الاسود. عندك شيء على الاسود حترسم لنا اليوم؟ لا والله بدي ارسم عن من لبس السواد سبع العقاد صار لي يومين يعني صار لي فتره مو عم فكر يعني فكره الحق والباطل جمد يا ترى اذا كان الحق متاخذ يعني هو دليل عدم وجوده يعني يعني اذا كان مثلا انت لك حق علي تمام انا هاضم لك اياه لاني قوتي اكثر لانه الناس اللي عم تسندي اكثر لانه الفرصه تبعيتك اقل من يا ترى هذا معناته حقك بيضيع او بمعنى بيضيع بالدنيا تقصد؟ انا ما بعد الدنيا ما بحكي عن نحكي عن الدنيا ابدا طبعا عم نحكي عن تمام فكره الحق والباطل يعني فلان شيء الحق غير يعني غير وجود الملموس يعني مثلا انت حقك هاي مثلا هذا التاب حقك تمام يا ترى اذا اخذت لك اياه هذا بيبطل وجوده بيبطل وجوده يعني الحق. فاهم قصدك من الرسمة بشكل عام يعني فاهم فخليني ارسمه حلو يعني ولانه طيب قول لي رايك عندك رساله انت طبعا طبعا صح؟ انت قول لي رايك انت اذا انت انهضم حقك ورضاع حقك برايك بهيك سقط الحق؟ لا شك لا يعني وجوز هو ما يعتبر حقك وانت تظن حقك ما هي الفكره انه لا الحقوق حقوق مسلمات لا انا دا اتهم امر جواد مثلا على فرض في شغلات بالعرف معروف ان هذا حق فلان في شغلات بالواقع في شغلات بالسندات في شغلات بالزمن يعني انت مثلا شو اللي بيقول انه حقك على ابوك انه يهتم فيك وانت صغير هاي مسلمات ما هاي في حلو لا بس اكو اشياء يعني مثلا هذا التاب على سبيل المثال احنا اثنيناتنا مؤسسه تمام وهذا انطانا هذا التاب قال هاي انت وجواد تخلص امورك بي في قانون اسمح لي لا تخلص امورك بي انه انت وجواد تقعد شلون اقول لك انه عليكم حقوق اثنيناتكم يوم الك ويوم الي وجيت اني بيوم من الايام زين او جيت انت بيوم من الايام قلت خلص محمد انه هذا التاب مو لك هذا بس الي حلو يصير هذا الموضوع طبعا لا خلص اذا موضوع الحقوق والواجبات بالاشياء العامه تعتبر هي اشياء تكامليه وتشاركيه هو احنا ماذا نحكي محمد عن الحقوق والواجبات نحكي عن الحق والباطل الحق والباطل ايضا مفتهم في الموضوع في حق وفي حقوق تمام يعني من عمل لك فكره كلمه الحق حتى هو مو مقابله هو الباطل يعني حلو. الحق هو الوجود والباطل هو الوهم الموضوع بس طبعا للاسف الباطل هو اللي دا يمشي اكثر رغم انه هو وهم بس هو اللي صاير واقعي اكثر يعني نحن لهيك حوالنا نحن عم كل ماله عم تتدرب طبعا تتدرب الحمد لله الجاي افضل باذن الله هلا يعني اذا كلنا يعني لا شك كل شيء بدون مشيئه الله ما بيمشي شيء ولكن بدون اراده الله ما بيعمل لك شيء اكيد يعني واكيد نحن ما عم نقول شيء غلط بهالكلام اذا انت ما صنعت الله بيساعدك
صحيح. الله بيدعمك أه. الله بيهيئ لك الله أه. يعني ولكن اذا انت ما سابت يمكن صعب ان شاء الله جاء افضل ان شاء الله بيكون مثلا أه. انه الله قدم لك اياها بس انت ما عندك الاراده فانت ما بتاخذها حتى يعني ان شاء الله كل من ياخذ حقه يعني اتمنى مثل ما نقول يعني اكو مقوله هن دائما يقولوا اسعى يا عبدي وانا اسعى وياك يعني يقول لك انه مستحيل اوكي حقك بس غير تسعى حتى تاخذه صحيح. يعني اذا حقك براس الشارع مو لازم تطلع من البيت وتمشي وتوصل تاخذه لو هو يجيك عندك صحيح هذه هنا هنا هي هذه بس هي الفكره انه انه لما بصير في هاي هاي خلينا نقول عم بحكي بكثير برموز اليوم لا انا طبعا انا الجزء الوحيد الفاهم الجزء المشاهد فاهمك لا لا يعني لما بتحكي حق وباطل فيك يعني من في امور كثير طبعا من تفتح عينك لا يعني انت لما تعرف انت عم تشتغل شغل عند عند في اداره في تراتب اداري معينه حقك انه الحق حقك هو ان انا توصل هي شغلك يوصل لـ لـ للناس باسمك لاعلى جهه انت تعمل بيه. تمام باسمك وتعبك حقك تاخذ هذا الاجر الاجر اللي هو مقابل هذا الشغل مثلا لما بصير في خلل بالقصة في مشكله اصبحت بتصير صح صح طبعا هذا جزء من فكره الحق والباطل يعني مو كلي هيك يعني لما نحن بقى بلا الفكره بقى عم يكسر يومين ثلاثه عم كثير عم فكر بهالقصه هي انه لما تكون بين اثنين لما تكون مشكله بين شخصين عاقلين كثير بتهون لما كل واحد يعرف شو حقه وشو حقه وشو شو حق وشو باطل كثير بتهون القصه يعني انا ما بسمح لحالي اروح فوت على بيت جيراني واخذ منهم ملكهم صح؟ صحيح انا قلت لك الامر هذا اللي تحكي بيه اكيد هاي من المسلمات تبقى الامور شلون اقول لك المشتركه تمام. هي دائما اللي تضيع الحق والباطل لهيك لما في لما هذا المشترك بيكون بين جهات عاقله كل واحد فعلا في ضمير عم يحكم هالموضوع بتلاقي الموضوع بينحل بسهوله ان شاء الله ينحل كل المواضيع اللي متعلقه بالحق والباطل تنحل وترجع الحقوق وقتك الى اهل انا ما عندي ورقه اليوم اني ما راح احكي لك اخبار الفن انت وموجود اليوم انت بما انت صاير رياضي وتلعب رياضه ومترشق يلا على السبورت اي فشويه اخبار رياضيه بالفقره الرياضيه حاخذ انا صاير اهتم بالرياضه طبعا ما تدرون بس مو كره القدم مو كره القدم وشويه ما افتهم اني بيها ناخذ شو السبب انه كره القدم لا اهتمامك بالرياضة اهتمام بالرياضة بجاي بسكليت وبدو يعمل رياضة ايه 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 اي طبعا اي لا وبعد تطوراتك واكثر بعدين اشجيك بيها اول خبر ناخذه بفقرة الاخبار الرياضية من الامارات والامارات اللي تحل بالمرتبة الثالثة في بطولة الجوجيتسو في لوس انجلوس وطبعا الخبر يقول أسدل الستار على بطولة جراند سلام أبو ظبي للجوجيتسو اللي أقيمت في لوس أنجلوس طبعا على مدى 3 أيام وشهدت المشاركة الإماراتية في البطولة نقلة نوعية عن المشاركة السابقة وطبعا شارك لاعبين من الولايات المتحدة الأمريكية بالبطولة برصيد 127 ميدالية من ضمنها 48 ذهبية واحتل المركز الثاني لاعبو البرازيل 97 ميدالية من بينها 39 ميدالية ذهبية ونجح أبناء الإمارات في رفع رصيد الميداليات إلى 33 ميدالية من بينها 14 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية وشهدت البطولة مشاركة لاعبين من العيار الثقيل من أقوى المصنفين بمختلف قارات العالم وأقيمت البطولة على مدار يومين بتنظيم الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو طبعا مخرجنا بس أكو فيديو عن الموضوع الخبر الثاني انتقال قبل يعني فيديو كليب او طبعاً مع كليب أي اوكي خلص نشوف الكليب اذن وبعدها ننتقل الى المايسترو روجر فيدريل والماتادور رافائيل نادال فخلينا نشوف الفيديو الاول وراها نرجع على مدار يومين من المنافسه والتشويق كان عشاق الجوجيتسو على موعد مع مواجهات على اعلى مستوى في النسخه الثالثه من الجوله الامريكيه هيمنة الولايات المتحدة كانت العنوان الأبرز للبطولة فقد حصد الأمريكيون 127 ميدالية من ضمنها 48 ذهبية وتفوق نجوم الولايات المتحدة على أصحاب اللعبة البرازيليين والذين احتلوا المركز الثاني ب 97 ميدالية منها 39 ذهبية
وبدا واضحا التطور الكبير للاعبي الامارات الذين احتلوا المركز الثالث بترتيب جوله لوس انجلوس ب 33 ميداليه متنوعه منها 14 ذهبيه، ما يعني حصد عدد اكبر من نسخه العام الماضي. المتابعون للبطوله اشادوا بالتنظيم المتميز للجوله الامريكيه والدعم المتواصل من الاتحاد الاماراتي للجوجيتسو لكافه منافسات اللعبه ومواصله العمل لرفع مكانه هذه الرياضه واحيائها لتصبح. انتقال الى عالم التنس، المنافسه اللي كانت ازليه ومستمره بين روجر فيدرير ورافائيل نادال، عشاق التنس اللي دائما كانوا يستمتعون بها بين المصنف الاول والثاني سابقا، اما الان التصنيف اختلف، لطالما اعتاد عشاق التنس رؤيتهما في جانبين مختلفين، الغريمان روجر فيدرير ورافائيل نادال، فرقتهما المنافسات وجمعتهما هذه المرة في كأس ليفر التي تقام للمرة الأولى بين منتخبين أمريكي وأوروبي. طبعا روجر فيدرير هو سويسري الجنسية ورافائيل نادال هو إسباني الجنسية. العديد من جمهور رافائيل نادال طبعا الإسباني أو جمهور ريال مدريد هم أغلبيتهم من مشجعين رافائيل نادال، لأنه رافائيل نادال هو من الداعمين الأساسيين لفريق ريال مدريد. أنت من متابعين حتى التنس وهالألعاب؟ أنا التنس أكيد، يعني أنا لاعب تنس سابقا، كانت عندي هواية أنه ألعب تنس مو ريشة اللي هي لا 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 تنس تنس طوبة. الكرة الصفراء. الكرة الصفراء، نعم الكرة الصفراء. ما أعرف، أنا أحب الريشة لأن يعني هي أصلا خفيفة، بس التنس أحسها مو نسائية، ثقيلة، يعني حتى مضربها هو يختلف عن مضرب الريشة. أكيد بها أنواع مضارب، يعني الطوبة يعني أيضا بلاستيك، الملاعب البلاستيكية مضربها واحد الترابية واحد العشبية واحد. يعني عندك خبرة أنت يعني. إيه يعني جدا، أنا يعني متابع حتى التصنيف العالمي للتنس، دائما أتابع عند الطلاع بمعلومات التنس. حلو. يعني رياضة جميلة جدا. ننتقل للخبر الآخر عن مانشستر سيتي واللي يسحق بالاس. تألق مانشستر سيتي بعد بداية صعبة للمباراة ليسحق كريستال بالاس بمقابل 5-0 طبعا يوم السبت، رافعا رصيده إلى 16 هدف في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز أكيد لكرة بيلي أتلتيكو مدريد برشلونة. هاي الفرق دائما تتنافس بالأسابيع الأخيرة على تحقيق الأرقام أو التقدم في صدارة الدوري الإسباني. وانتصارات طبعا برشلونة كان هو هذا الخبر الأخير بالأخبار السريعة للفقرة الرياضية. نرجع الجواد، خلصنا لو سوي فرة ثانية. طيب بينما أنت تخلص حنتحدث عن أحد المواضيع اللي موجودة بمجتمعنا العراقي اللي هو إقبال نسائنا على شراء الذهب. طبعا يعني نساء العراق معروف عنهم مثل بقية الخليج، يمكن احنا نتفق وياه بهالموضوع، عندنا موضوع شراء الذهب تحت اي ظروف. يقبل محمد كثير من النساء على شراء الذهب ونتباهى به باللبس ويصير اكو تنافس بموضوع الذهب. هذا الخليج والعراق يتميز، يعني انا شهدته في بقية الوطن العربي ماكو هالحالة، يعني مثل الهوس انه لازم تضم فلس على صفحة، لازم تجمع، لازم جزء من راتبها تشتري به ذهب. صح احنا نقول هو زينة وخزينة اكيد، لكن اكو ناس يعني عندها انه نزلت فلان مودة، نزلت السوارات الهيجي تروح تشتريها او تروح تبدل اللي هي عندها، يا نزلت القلادة الكذا، نزلت يعني هو الذهب يعني صاير ما شاء الله موديلات مثل اكثر من الاكسسوار، يعني خاصة صاير هسه محمد ينزل مثلا هاشتاك معين ينزل مثل ذهب، يعني هاشتاك كلنا العراق. تريدين تحكي بالموضوع انت تحكي لي عن معاناتك بالذهب عن النساء. ما عندي معاناه ثانيه بالذهب نهائيا، بالعكس، لكن موضوع الذهب او بالمصطلح العامي مثل ما تطلق عليه المراه العراقيه انه هو زينه وخزينه، زينة وخزينة. يعني لغرض الجمال ولغرض خزن المال، اكتناز. لكن اكيد موضوع الذهب العراقي أيضا شبيه بموضوع العباءة العراقية، الصاغة العراقية والصياغة العراقية تعتبر من أجمل الصياغات أيضا بالوطن العربي، والفن العراقي بالنقوش الموجود بالذهب ومعامل الذهب والميزات اللي موجودة بعيدا عن الأمور التجارية اللي احنا نحكي بيها، لكن فعلا تميز كبير بموضوع الصياغة العراقية ومنافسة كبيرة لكافة الصياغات سواء في دول أيضا المغرب العربي والخليج العربي ومصر.
الاخر، فلذلك اليوم عندنا تقرير عن الذهب. تمام، وبما انه حكينا عن الصياغه العراقيه، يعني الشيء يذكر للاسف انه بدات بالانقراض والاعتماد على الذهب الخليجي والذهب التركي بشكل كبير. حلو وجميل واكيد ورائع، بس هذه يعني مهنه وهذه صياغه عندناها نعتز بها، لها طابع عراقي. بالتقرير حنشوف يعني استطراق لهذا الموضوع، انه ايضا اكو انقراض للصياغه العراقيه، وبنفس الوقت حنشوف اقبال النساء على شراء الذهب. شوفوا وياكم بهذا التقرير ونرجع نكمل وياكم. بريق الذهب الذي استدرج عيون النساء من الاكتناز الى التزين به وفق الموضات المستحدثه من الذهب المستورد الخليجي والإيطالي والتركي والآسيوي، ولم يعد هبوطه أو ارتفاعه عقبة أمام الإقبال عليه بيعا أو شراء أو تبديلا إلا مواسم خاصة لا تتعدى الثلاثة أشهر فقط. والذهب الذي لا يعد محبذا في المنام أصبح حلما لنساء الطبقات غير الميسورة أو متوسطة الدخل، يقبلن عليه ما دام المستورد منه يأخذ عيونهن، وبوجوده غابت صناعة الذهب المحلية لأسباب كما يراها الصاغة. صاحب محل لبيع الذهب استطلعته عدسة قناة سامراء وسألته في البداية عن الفرق بين صناعة الذهب العراقي والمستورد. سوق الصياغ في مدينة أربيل، والسوق طبعا كبير، هو فيه كثير من الصاغة، وفيه الصاغة الذين يختصون فقط ببيع وشراء الذهب، يعني ما يسمى بعرض الذهب. وأكو معامل، هناك أيضا معامل لصناعة الذهب، ونحن هنا في محلاتنا هذه يكون طريقة عملنا هو بيع وشراء الذهب المستعمل، أي ما يسمى بالكسر، طبعا الذهب المكسور الكسر، بيع وشراء، يعني أغلب تعاملنا نحن يكون مع الصاغة وليس مع الزبون. هذا فيما يضم اختصاصنا، وكذلك أيضا اختصاص ثاني هو عمل يعني صياغة الذهب، الحاجات المصوغات المخشلات الذهبية ممكن أن نقوم بصياغتها في ورشنا ومعاملنا في هنا في محافظتنا. وأضاف الصائغ عن خبرتنا، فقد توارثناها أبا عن جد، ولسنا حديثي الخبرة ونستطيع أن نميز الذهب بالخبرة أو المواد الكيميائية وأحيانا من تصرفات الزبون وسلوكياته، ولنا قابلية على معرفة المشتري من غيره ومعرفة الذهب المسروق من غيره أيضا. طبعا بالنسبة لمهنة الصياغة، هي مهنة عريقة وقديمة جدا، اختص بهذه المهنة في العراق يعني قاطبة، بل وإنما حصرا، خلينا نقول حصرا في مدينة بغداد والموصل. الموصل كان هناك يهود يختصون بصياغة الذهب، وطبعا هم فنانون يعني، وطبعا هي هذه كما تفضلت متوارثة، مهنة الصياغة متوارثة. فاليهود كانوا، احنا نقول بالمصطلح العامي، استادقية، يعني كانوا أساتذة في صنع الذهب، وورثوا وخلفوا صناع جلسوا تحت أيديهم وتعلموا المهنة من هؤلاء الأساتذة الذين هم اليهود. وطبعا احنا عندما نقول يهود ليست فقط يهود بمعنى الكلمة، لا، كان اكو ايضا عراقيين يصوغون وكانوا ايضا أساتذة في هذه المهنة، لكن كان اليهود اصحاب خبرة واصحاب حرفة دقيقة جدا في مدينة، أنا أتكلم عن مدينة الموصل لأني أنا من الموصل. بالنسبة لفن الصياغة، طبعا أكو صياغة يدوية وأكو صياغة تخضع إلى مكائن وقوالب. الصياغة اليدوية مرغوبة لدى العراق ولدى خارج العراق، يعني الآن إذا خرجنا إلى خارج العراق خاصة في البلدان الأوروبية تراهم يميلون إلى الصياغة اليدوية، والصياغة اليدوية تكون مكسب أكبر من صياغة المكائن والقوالب. يعني عندما يكون صائغ يشتغل أو يصوغ بيده، نرى أنه القطعة التي يصوغها يأخذ مثلا، يعني نحن نسميها صياغة أو أجور العمل، يعني أضعاف مضاعفة عن الحاجة التي تصنع بالمكينة. أما كجمالية
كجمالية من ناحية صياغة الصياغة اليدوية وصياغة المكائن، فلا شك أن صياغة المكائن تكون أجمل. لماذا تكون دقيقة وهندسية إلى حد ما؟ لأنه خاضع لكمبيوتر ومكائن ومعمل، قياسات محددة فتكون كذلك. أيضا أود أن أنوه إلى أن العراق لا زال ضمن لا يمتلك إلى المكائن والمعامل الضخمة التي هي موجودة في البلدان المجاورة، كأن تكون مثلا الإمارات. الإمارات الآن مشهورة في صناعة الذهب. لماذا؟ العراق مر بويلات كبيرة ومر بمصائب، ولا زلنا نحن في مصائب، لا زلنا الآن نحن في مصائب، وكلنا يعلم أننا في مصائب. فترى هذه المصائب جعلت أكيد جعل من تجار البلد أن ينكمدوا وأن يقتصروا على الشغلات البسيطة، ولهذا ترانا نحن متأخرون بالنسبة إلى بقية الدول. الذهب معدن النفيس بين كل المعادن، ظل محافظا على بريقه ولمعانه، وقد لا يشكل وجوده شيئا للطبقات الميسورة في مجتمعنا، لكنه يعد حلما لمحدودي الدخل. ولونه الأصفر وجمال منظره ومهارة صناعته تأخذ عيون النساء اللواتي يزددن طلبا عليه للتزين أو الاكتناز في أحيان أخرى. وما يزال وسيبقى الذهب ذو مكانة مهمة لدى الشعوب بمختلف ثقافاتها، لكن صناعة الذهب عراقيا له ميزة خاصة وشهرة لدى أغلب الشخصيات والزائرين للبلاد. لكن ما يحز في النفس إنها غابت كما غابت صناعات أخرى ليحل المستورد بديلا عنها. رجعنا مشاهدينا بعد هذه الجولة في أسواق الذهب والصاغة في شوارع العراق. طبعاً عراقنا الحبيب من الشمال إلى الجنوب بصاغات الجنن، يعني أيوة. من زاخل الفار تلقين صاغات الذهب للجنن. يعني الذهب العراقي، شايف صاغته أنت؟ والله ما بفهم لا بالذهب. رائع بس للأسف ولا بحب التدام، يعني حتى الصياغ صار كلش قليلين، والنسوان يعني تقول لك ما أريد عراقي، أريد هذا الخليجي. والله بالطلعة أكو يعني صاغات تجنن، شفت تجنن يعني شيء حي ولمسة عراقية بحتة. أنا بميل للفضة أكثر لأنه بحس الفضة مشغولة أكثر، يعني في جانب فني أكثر. صحيح. بس مؤخرا صرت أشوف أحيانا مثلا أكسسوارات ذهب هي مشغولة مثل الفضة، يعني فيها شغلات واروع. انا هذا كثير اروع يعني عين. عندك الهندي مثلا هذا عالم، بس عندك الذهب الفجر ناعم وحصائر وضفائر واشياء. ورا الكواليس احكي لك تفاصيل هذا الذهب. طبعا هاي الصاغات الجميلة، خلي نشوف الرسمة. طبعا جاهزة، نوفل مجهز الكاميرا اوريدي، نشوف نتمنى نوفل بس زوم اذا امكن على الرسمة. أنا محرك إيدي فما انطيني بالله عنك، انطيني خل أنا اليوم أحاول أشوف زين. هاي هي تشيرها الحق الباطل. أيوة زين تقلبها على الكاميرا وانت تشوف. يعني يذكرني بأمور كثيرة جوا. طبعا يذكرني بأشياء، طبعا أكو برات الأطراف من تصارع بيناتها، يعني بأمور سياسية بالانتخابات مثلا. كل واحد يتوقع شيء، يتوقع أنه هو الحاق مثلا ويطلع هو باطل. نعم. وبعض الأشخاص مثلا لا أشوف الحق والباطل ما له علاقة بالأساس. شلون؟ هي جزء منها. ولكن الحق هو له علاقة، يعني هو شغل موجودة حتى لو ما أخذته. زين عرفت كيف؟ الباطل هو شغل وهم حتى لو أخذته. الله تمام؟ الله ما له علاقة بهالأساس. فالفكرة أنه عم نحكي عن مقارنة بين حدا محمد أضح. تجننت ولا نوفل؟ شو هالحق والباطل؟ شو هالباطل اللي بس والله يعني أنا حيل معتني بها مو مثلك، انت يعني ما تقربها للكاميرا. في, في,
في عشر يعني في عشرات القصص بالتاريخ انت بتقول انه مو معقول هذا فلان ياخذ حقه او هذا الحق يوصل لاصحابه. تمام بتلاقي وبتلاقي قوى يعني قوى كبيره عم تدعم هذا الباطل ولكن ببساطه يعني الحق الحق موجود ببساطه كثير مثل هذا الزلمه يعني خاتل ورا الرسمي احنا يعني بحياتنا جواد يعني نعرف انه هذا باطل بس تعودنا نسكت تعودنا انه شوفي يا سيلا يعني خافي نضل ساكتين. لا انا اخذتها الكاميرا وشفتها رائعه جميل. صارت الاعتياد على انه تسكت عن الباطل والغير معتاد هو انه انت تحكي بحقك وان حكيت بحقك تصير مكروه. الحلو بالموضوع انه الحاق باصبعه يعني اصبعه ضعيف هو والباطل يعني. ثلاث اسمان ومشلبين يعني الكفه مالته هو ارتقت على قوى الظلام دائما دائما حكايه الحق نقول عليها تزعل فتبقى ساكت عن الحق مو شرط بالعكس حكاية الحق اللي مرات تكون بوقتها أحسن من السكوت عن الحق يعني بعض الأحيان أحسن. واحد كل يسكت الوقت هو أحسن يسكت عن الحق يظلم الفئة اللي تظن أنه هي هاي الحق لها يظلم نفسه يظلم المجتمع يظلم أمور كثيرة بس هذا صار هو للأسف هذا صار واقع حالنا إن شاء الله. أوكي وين المشكلة فلان يعني أنت من تحكي عن يعني من تحكي حكاية حق بحاجة لسند بحاجة لناس تسندك بحاجة لناس تقول إيه صح هذا الحكي حق هنا المشكلة إنه هذا الحكي المضبوط أنه ما تلقى هالناس أنا بسألك سؤال محمد يعني ولو ما بيطول عليكم لا ولا يهمك احنا مثلا احنا نطلع فاصل الاستعمار الاوروبي اجى وراح صح على فرض صح لانه الحق الناس لازم تكون على الارض وعايشه بسلم وامان وكذا تمام صح. ليش اجوا راح ليش ما يعني ليش ما يعني ضلوا يقاوموا انه 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 يضلوا لانه هن جايين على باطل صح تمام صح بتعرف وقتها كان مثلا لما الاوروبيين بيجوا كانوا بي بي, بي أقوى من أمريكا نسبياً هلا يعني يعني موضوع تناسب تمام نسبياً وقتها كانوا أوروبيين أوه إجوا راحوا يعني لأنه ما في شيء يسند هذا فما مستعدين ندافع عنه لما قضية تستمر موضوع الحق بيستمر مئات السنين من ما بيخلق الواحد لا يموت ضل عايش حتى لما أخذ ذكرتني بالقضية الفلسطينية إيه طبعاً مثلاً ذكرتني بالقضية الفلسطينية يعني فعلاً مثل هي قضية هي ليش نحنا أنت ما بتعرف إنه هي حق حق اكيد مبين من اجى لعند مين وكذا ما بنحكي انه كل هالكلام هذا ما بنحكي غير انه لازم يكون في عقل يدير هالقصص هي ان شاء الله يا رب ان شاء الله كل من عنده حق يرجع حقه وكل من على باطل ان شاء الله الله ياخذ له ويهديه الله يهديه والله يهديه فعلا الله يهديه نروح على شكرا جزيلا شكرا لكم نورتنا شكرا لك احنا بحاجه نروح فاصل وبعدها يضل لنا وقت مخرجنا ننتقل اذا نروح فاصل الفن. اتوقع ما يضل لنا وقت يعني 45 دقيقه ننهي ان نطلع اخر تقرير او نطلع اخبار فن اي ابي مقرب انا يعني جواد موسى يعني ما يصير ما يسمع اخبار الفن نطلع أخبار فن مخرجنا مجموعة من أخبار الفن والفنانين ونبدأها بالعناوين أول خبر عن مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين أحمد الفيشاوي وعمرو أديب وأيضا وفاء الكيلاني حامل في طفلها الأول من تيم حسن وملكة جمال سوريا تنسحب من تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر وسر السعادة الزوجية بين كندا علوش وعمرو أديب الخبر الأول عن مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين أحمد الفيشاوي اللي ثار الجدل بمهرجان الجونة بسبب تصريحاته يعني أو حديثة أو يعني كلام اللي قال على فضالكم اليوم والله يا اسمع خلصنا قوية لا مهرجان مهرجان تابع مهرجان مثل هذا واحد لازم يتابع طبعا هذا مهرجان فني ولكن اللي عم يصير هو قديش دليل قديش تدني الناس عم يشتغلوا هو تهموه انه هو طلع على المسرح سكران على اساس ابدا السكران يكون لطاف غالبا مو شرط يكون طيب هلا في شيء استهانه بال
بالمسرح وبالمكان يعني على ما يبدو. كشفت تقارير صحفية عن مشادة كلامية وقعت بين الفنان أحمد الفيشاوي والإعلامي عمرو أديب خلال تواجدهم بأحد أماكن السهر في الجونة، وذلك طبعا بسبب هجوم الأخير يعني عمرو أديب على أحمد الفيشاوي بعد لفظة الخارج عن الأدب. وقالت تسريبات أنه هذه المشادة القوية وقعت بين أحمد الفيشاوي وعمرو أديب إلى الحد اللي كان أن يصل لتشابك بالأيدي، إلا أنه الموجودين بالمكان تدخلوا بسرعة لتدارك الموقف وتهدئته طبعا حسب ما ذكر الموقع. وأضافت التسريبات أنه أحمد الفيشاوي كان غاضب بشدة من كلام عمرو أديب الجارح بحقه على أثر تلفظه بلفظ خارج في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مما دفع للهجوم على أديب فور لقاءه بأحد الأماكن. ويعود سبب الأزمة بين عمرو أديب وأحمد الفيشاوي بعد أن تلفظ أحمد الفيشاوي بلفظ خارج في حفل قدنا الافتتاح، مما دفع عمرو أديب للتعليق على حسابه على تويتر ليقول عنه بأنه غير مسؤول عن تصرفاته وأنه هو قليل الأدب حسب ما قال عمرو أديب. عمرو أديب اللي ما يفلت على حدا أبدا، يا ويل إذا استلم عمرو أديب أحد الفنانين طبالهم يا زمارة. عمرو أديب بيجد القصة يعني. انتقال إلى الخبر الآخر اللي يتكلم عن وفاء الكيلاني وتيم حسن، الثنائي الأشهر بسنة 2017 بأمور كثيرة، بأخباره، بتفاصيله، بالأعمال الناجحة، بتعارفهم فعلا بعد الزواج الناجح. تداول النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام خبر حمل الفنانة وفاء الكيلاني من زوجها تيم حسن، وأكيد المباركات والتهاني من الزملاء ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تزايدت وراء تأكيد هذا الخبر من العديد من الوكالات الفنية. لازم شنو؟ نزورهم. نزور أي فعلا. نبارك لهم. مين نحن؟ نبارك لهم. ثنائي سوري مصري مميز صراحة. أنا ما أحب وفاء بس أحب تيم كتير. أنا أحب وفاء. لا أنا أحب الاثنين. أكيد طبعا أنا أحب الاثنين بس بطلت أحبها من الزوجة تيم حسن. لا صراحة تيم مميز أكيد وفاء. شوف أني وفاء من أعتبرها المدرسة الإعلامية الأولى في الوطن العربي. بكل صدق بكل أمان. يعني اسم وفاء طبعا مدرسة يعني اسم كشخصية مرأة كحوار كمعلومات ثقافية. يعني يا ريت لو يعني اكيد ولا يهونوا زميناتنا الاعلاميات ولا تكون اسيد مثل ما يقولون، يا ريت اكو ثلاثة مثلا مثل وفاء الكيلاني بالعراق تسوي في قنوات وانتاج مثله، راح يكون في مثله صدق ان شاء الله يا رب. أيه. ان شاء الله صح ولا ننتقل اكيد طبعا صح 100% وهي اراء شخصيه يعني اكيد اكو كثير من الاعلاميات كل وحده لها بصمتها الخاصه. ننتقل لاسباب انسحاب ملكه جمال سوريا من لجنه تحكيم مسابقه ملكه جمال مصر. اعلنت الممثله ساره نخله وملكه جمال سوريا العام 2015 انسحابها بشكل رسمي من لجنه تحكيم مسابقه ملكه جمال مصر العام 2017. كشفت سارة نخلة عبر تدوينة كتبتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أنه هي انسحبت من لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر ل 2017 وأخلت مسؤوليتها باختيار أي فتاة بدل منها في لجنة التحكيم، كاشفة أنه أسباب انسحابها من اللجنة يعود لعدم المصداقية والالتزام واحترام ما تم الاتفاق عليه منذ البداية وحتى إعلان انسحابها. كتبت سارة نخلة بتدوينة قائلة: قررت الانسحاب نهائيا من لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر للعام 2017 وليس لي أي علاقة ولا أتحمل مسؤولية اختيار أي فتاة، وذلك لعدم المصداقية والالتزام واحترام ما تم الاتفاق عليه منذ أول مرة تم الاتصال بي عندما طلبت أو عندما طلبت مني القائمة على هذا الحفل التواجد في هذه المسابقة، ولأنني أحترم كلمتي وأحترم نفسي قررت الانسحاب، والرجاء من الصحفيين عدم ذكر اسمي في أي حاجة تخص هذه المسابقة وشكرا جزيلا. عفوا
اهلا وسهلا. انتقال الى الخبر الاخر اللي يخص عمرو يوسف وكندا علوش، الخبر اللي يتحدث عن السعاده الدائمه اللي يشعر بها الزوجين. باختصار ونقول ما اريد اطول بالخبر، نقول اساس السعاده اللي يتحدث بها عمرو يوسف لبعض الوسائل الاعلاميه او لاحد البرامج التلفزيونيه في مصر انه علاقتهم بعد الزواج استمرت كصديقين، وايضا الاشياء اللي كانت قبل الزواج، يعني موضوع المشاوير مثل ما تقولون انتم، موضوع نقول الرحلات وموضوع السفر وموضوع العمل بجديه، خلى هذا الموضوع ما يخلي بحياتهم ملل، وخلى هذا الموضوع ما يخلي بحياتهم اي حزن او تعاسه. فهذا كان الشيء اللي اكد عمرو يوسف عن كندا علوش وعن حياتهم بعد الزواج. هو مخرجنا اكو كان فيديو عن الموضوع يختصر، يعني المفروض انا مخلصت حكي طلع الفيديو اوريدي بس خلص. تفضل سياده المخرج. عمرو قول لي في النهايه، في اخر حلقه لازم الناس كلها تعرف، بعد كم شهر من الجواز حياتك اتغيرت ازاي؟ يعني اشرح للناس السعاده والانبساط والمتعه والاثاره، يعني حياتك اتغيرت ازاي؟ استقرار. ايوه. كرش صغير بس قضيت عليه على طول. ايوه. لا الحقيقه مش عارف، انا مبسوط جدا بالجواز. مبسوط جدا بالجواز. ما انا في اول الجواز يا عمرو، يعني طبعا يعني لو مش مبسوط دلوقتي اما انبسط امتى؟ طيب. فمبسوط في الجواز، وكندا مريحاني جدا، وفاهمين بعض كويس جدا، واحنا بعيدا عن اي حاجه، احنا اصدقاء وبنعرف نتكلم مع بعض وبنعرف نتناقش مع بعض لو في نفس الدومين، يعني فبتقعدوا تكلموا في الافلام وتعمل ايه بالظبط. بالظبط. وفي الحياه عموما، وفي الحياه عموما مش بس الافلام. فلغايه دلوقتي الجواز 100 100. لغاية دلوقتي اي عيوب مش عاجباك عايزة تغيرها؟ اصل دايما الستات لما بتتجوز الراجل يقول لك ايه، في هو كويس بس في حاجتين كده عايزة اظبطها، لو بقى يبقى زي الفل يعني. والله طبعا يا كندا اتكلمي براحتك، يعني اتكلمي براحتك، احنا كانه مش موجوده وكاني مش موجوده. الحقيقه ما فيش ولا عيب انا بالنسبه لي اتمنى انه يتغير. مفيش عيوب خالص، ممكن يكون في حاجات بس ما فيش عيب حقيقي انا مضايق ولا اي حاجه الصراحه، يعني صراحه عشان اقول لك صراحه هو في الاول بس بعد كده نقول ده كذا وده كذا. بس فعلا النقطه اللي هو قالها مهمه، انا اظن ان اهم حاجه في الجواز الصداقه. صداقه، كنا اصدقاء، هو ما بيبقاش في الجواز غير الصداقه على فكره. لا انا عايز اقول لك في النهايه بنكمل اصدقاء يعني. انا اسفه يا استاذه لميس، في الصداقه لما يبقى ارفع المايك بس. ايوه شكرا. لما يبقى في صداقه في حاجات. بهذا الخبر الحلو اللي يا رب يكون كل ثنائي هالشكل تكون علاقتهم جميلة ومؤطرة بالحب والصداقة. شفت سر السعادة الزوجية انه يكون اثنين اصدقاء، عشان احكي بهالموضوع بالكواليس الصبحاني والشباب، انه من يكون اثنين اصدقاء اكثر مما يكون زواج روتيني تنجح العلاقة. طبعا الله يسعد ان شاء الله فعلا. يلا كل زوجين وكلكم ان شاء الله وهنا ثنائي، يعني هم مرتبط يعني مو شرط يكون زواج كمل. حلو ان شاء الله ويسعدكم بحياتكم ويسعد كل المشاهدين اللي كانوا منورين اليوم. ان شاء الله يجدد اللقاء بكم يوم غد في نفس الموعد في امان الله وحفظه. الى اللقاء باسمي وباسم جواد واسيل. الى اللقاء.